مع مراسل القاهرة الإخبارية في الرياض الزميل جمال الوصيف. جمال، ربما ولي العهد السعودي أجرى اتصالات مع الرئيس المصري مع عدد من قادة المنطقة للوصول إلى تفاهمات أو موقف موحد لإنهاء هذه الأزمة، والكلام الذي قاله ولي العهد السعودي الآن يصب في إطار هذا الموقف الذي تنتهجه المملكة السعودية، بالتالي إلى أين وحتى الآن وصلت الجهود السعودية في احتواء هذه الأزمة؟ بالفعل أحمد، المملكة العربية السعودية يعني جهودها لم تقف على الدعم للقضية الفلسطينية المركزية منذ بدايتها. ربما تابعنا لقاء ولي العهد سابقا مع القناة الأمريكية فوكس نيوز، والذي أكد في خلال لقائه بأن أي عملية تطبيع أو تهيئة للعلاقات مع إسرائيل مصبة على القضية الفلسطينية. ربما تصاعد الأحداث مؤخرا قد يؤجل يعني عدد كبير من هذه التفاهمات وعدد من الملفات التي يعني أشار إليها ولي العهد السعودي. في اتصالات هاتفية بالفعل أكد ولي العهد على هذه القضية، وأكد على ضرورة وقف التصاعد لهذه الصراعات المستمرة حفاظا على أرواح المدنيين المتضررين الأكثر من هذه الأزمة. وأيضا هناك يعني بيانات رسمية صدرت من داخل السعودي، سواء كانت من وزارة الخارجية التي أكدت موقف المملكة تجاه هذه التصاعدات الأحداث، و يعني حملت الجانب الإسرائيلي المسؤولية الاستفزازية التي فعلوها خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية تجاه المواطنين الفلسطينيين. وأيضا كان هناك بيان من منظمة التعاون الإسلامية اليوم تجاه هذا الأمر، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية رئيسة الدولة الدورة الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية دعت إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لأعضاء المنظمة من أجل البحث في هذه القضية، وأجل يعني تصعيد هذا الأمر إلى المجتمع الدولي، مناشدين المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه تصاعد الأحداث وبضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي بإيقاف هذه التصاعدات التي استمرت يعني خلال الأيام الماضية، وضحى ويعني راح ضحيتها الآلاف من المصابين والشهداء. ايضا كان هناك بيان من منظمه من مجلس التعاون الخليجي حمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية تجاه الأحداث المتسارعة، وحملوا أيضا هذه الأزمة إلى الحكومة اليمنية المتطرفة في الجانب الإسرائيلي لما قامت به من استفزازات في المسجد الأقصى، سواء كانت بدخول الوزير الإسرائيلي المعروف بتطرفه إلى المسجد الأقصى وسط يعني تأمين من الشرطة الإسرائيلية. الجانب السعودي يقف بجانب هذه الأزمة بجانب القضية المركزية، بالإضافة أيضا إلى أركو أو المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي دعت اليوم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودية بضرورة بدء جمع تبرعات إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. ويعني هذه الأرقام التي تحدثت فيها أركو عن قرابة ما يقرب من 11 مليون دولار، يعني 11 مليون 676 مليون دولار تقريبا سيتم جمعها من الجمعية أو من أعضاء المنظمة العربية للهلال الأحمر دعما إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. ويعني نشدت أركو المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لما قاموا به من تفجير إلى المستشفيات وأيضا ضرب عربات الإسعاف التي تنقذ المصابين. جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية في الرياض، شكرا جزيلا لك.